راديو الأهرام يقدم حدوتة أغنية. حكايات وكواليس أشهر الأغاني والألحان مع دعاء جلال. أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامج حدوتة أغنية. النهاردة هنتكلم على أغنية اتعملت سنة 1964، ومن ساعة ما اتعملت ولحد دلوقتي الأغنية بتتذاع وبتتعرض على طول في التلفزيون والإذاعة، بتتغنى في الأفراح. أغنية كل الأجيال حفظها صم بسبب جمال موسيقتها وكلماتها لبليغ حمدي ومحمد حمزة، وطبعا بسبب اللي غناه عبد الحليم حافظ. هتعرفوا من الحكاية دي الناس العظيمة كانت زمان بتعمل شغلها ازاي، وبتحب الفن ازاي، وبيحبوا بعض وبيساعدوا بعض ازاي. البداية لما المؤلف محمد حمزة كان موجود في معهد الموسيقى العربية، وكان المعهد في الوقت ده بيجي فيه الملحنين والمؤلفين علشان يعملوا بروفات أغانيهم، وكان حمزة موجود علشان بيعمل بروفة الأغنية لمحمد رشدي، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. وهو خارج من أوضة البروفة لقى بليغ حمدي قدامه، وكان أول مرة يقابله، فسأله إيه رأيك يا أستاذ بليغ؟ قال له هو بيزعق رأيي في إيه؟ انتوا بوظتوا الفلكلور. وسكت حمزة ومردش عليه ومشي. المفاجأة بقى كانت في انتظار محمد حمزة وهو راجع بيته الساعة 9:30 بالليل، لقى عربية صغيرة واقفة قدام عمارته، وقاعد قدام الدركسيون شخص صغير وقصير مش باين في الكرسي، وكان الشخص ده هو بليغ حمدي. إيه اللي نزله من العربية أول ما شافه وقال له أنت زعلت مني بسبب اللي قلته لك في المعهد؟ ما تزعلش مني، أنا بس زعلان علشان أنا عامل دراسة عن الفلكلور. وتكلموا مع بعض شوية في الموضوع ده، وبعدين بليغ سأل محمد حمزة أنت عامل إيه جديد؟ قال له حمزة أنا لسه كاتب مذهب جديد بيقول سواح وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي براح. فقال له اكتبهولي، لكن حمزة ما كانش معاه ورقة، فطلق بليغ علبة السجاير بتاعته وقطعها واداله الناحية البيضة منها وقال له اكتب هنا، وكتب حمزة الكلام واداه لبليغ، وسلموا على بعض ومشي بليغ وطلع حمزة شقته. الساعة 1:15 لقى حمزة البواب بيخبط عليه وبيقوله الأستاذ بليغ تحت وعايزك. نزله ولقاه بيقوله اركب، وطبعا كان حمزة في منتهى الدهشة وقال له هنروح فين؟ قال له هنروح لعبد الحليم. واتخض حمزة وقال له عبد الحليم مين؟ قال له بليغ هو في 50 عبد الحليم؟ عبد الحليم حافظ، لأني سمعته الكلام بتاعك وعجبه وعايزك تكملها علشان عنده حفلة الشهر الجاي. أنا ماشي ليالي سواح، ولا داري بحالي سواح، بالفرقة غالي سواح، إيه اللي جرالي سواح، وأنا ماشي ليالي سواح، ولا داري بحالي سواح. ركب حمزة مع بليغ وراحوا لعبد الحليم في شقته اللي قدام جنينة الأسماك، وكان لسه ساكن فيها جديد، فكانت تقريبا فاضية، فيها بس أوضة النوم وأوضة المكتب وأوضة الاستماع. وقال عبد الحليم لحمزة إحنا قدامنا 15 يوم تقدر تخلصها؟ ورد عليه حمزة بإنه يقدر، فقال له حليم إحنا هنسيبك في أوضة المكتب تكتب براحتك، وهروح أنا وبليغ في أوضة الاستماع نزن في المذهب، بنفس اللفظ ده اللي حكى محمد حمزة بنفسه.
وابتدى حمزة يكتب، وكان خايف جدا إن حليم يشوف اللي بيكتبه، وكان مطمن إنه أكيد هيسمع صوت رجلين عبد الحليم وهو داخل عليه، لكن ما كانش يعرف إن عبد الحليم بيمشي حافي على الباركيه، فمرة واحدة لقاه واقف فوق راسه. فراح حمزة بسرعة قلب الورقة اللي كاتب فيها، لأنه خاف الكلام ما يعجبش عبد الحليم فتضيع الفرصة. فسأله حليم: أنت قلبت الورقة ليه؟ فقال له: أنا لسه ما خلصتش وبغير حاجات. فقال له حليم: ما توريني اللي كتبته، يمكن يطلع كويس وما نبقاش عايزين نغير فيها حاجة. وما استناش حليم حتى حمزة يرد عليه، وهو بيقول له الجملة دي راح قالب الورقة وقراها: يا عيوني يا عيوني، فين انت وبتعمل ايه؟ يا زنوني يا زنوني، مش ناقص انا حيرة عليه. يا عيوني يا عيوني، ايه جرالك؟ فين انت وبتعمل ايه؟ يا زنوني يا زنوني، ما تسيبوني، مش ناقص انا حيرة عليه. يا عيوني. وقال له حليم: ولا كلمة هتتغير خالص. وخد الورقة وراح لبليغ علشان يبتدي يلحن على طول. قعدوا يشتغلوا، حمزة يكتب وبليغ يلحن، لغاية ما الأغنية خلصت كلها حوالي الساعة 7 الصبح. حليم كان متعود ينام لما الصبح يطلع، لأن بسبب النزيف اللي كان بيجيله كان بيخاف ينام بالليل فيحصل له نزيف وكل اللي في البيت نايمين ومحدش يحس بيه، فبقى ما بينامش غير لما كل اللي في البيت يصحوا. لكن في اليوم ده حليم ما نامش لما الصبح طلع زي ما هو متعود من فرحته بالأغنية، وكلم نصري عبد المنصف عازف الفرقة المسية واللي بيكتب النوتة، وقال له: تعالالي الساعة 11 بسرعة. وفضل يشتغل مع عبد المنصف لغاية الساعة 4 العصر، وخلصت الأغنية واتسجلت. ونلاقاكم حبيبي سلمولي علي، نلاقاكم حبيبي سلمولي علي، طمنوني الأسمرة أسبوعين. كلم عبد الحليم محمد حمزة وقال له: أنت فين؟ مش بتسأل عليا ليه؟ وكانت فرحة حمزة طبعا كبيرة جدا، علشان حليم بيسأل عليه وهو مش صاحبه ولا حاجة. فقال له: طيب أنا جاي لك أسلم عليك. وراح حمزة الحليم في بيته وقال له: أنا نفسي أسمع الأغنية بعد ما تسجلت. لكن حليم قال له: خدها مني نصيحة، لو سمعت أغنية ناجحة أنت عملتها هتكسل ومش هتعمل حاجة بعدها كويسة تاني، يلا شد حيلك وابتدي اعمل لي حاجة جديدة لحفلة الربيع الجاي. يا قمر يا نسيني، رسيني علي غاي، نور لي وريني سكة الحبايب. الناس دي كانت بتشتغل بمنتهى الحب والعشق والإبداع، علشان كده أساميهم وأعمالهم بتعيش سنين وسنين. خلصت حلقتنا النهاردة، وأتمنى تكون عجبتكم، ومعادنا في حلقة جديدة الأسبوع الجاي من برنامج حدوتة أغنية. حدوتة أغنية. حكايات وكواليس أشهر الأغاني والألحان مع دعاء جلال.